مساعٍ عالمية لإنقاذ الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية. 40 كاتباً وأديباً من كل أنحاء إفريقيا يشاركون في مهرجان الكتاب الأول بمراكش. الأبنية المقاومة للزلازل وسيلة جديدة لمواجهة مخاطر اللهزات الأرضية. إذاعة أمل تجربة تونسية مهمة لذوي الهمم على أثير الراديو. يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية، وفي صباح جديد هنحاول إن احنا نقدم كل ما هو مفيد وجديد ومتنوع من خلال فقراتنا الخدمية وغيرها من الموضوعات من خلال مراسلينا وأكيد ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معنا من مختلف أنحاء العالم، ودايما الكلام يحلى في صحبة الزميلات العزيزات ليندا وكالعادة المتألقة اللي دايما كده يعني بس غايبة عنا. وحشتوني. غايبة عنا مارينا بقالها شوية بس هي رجعت بالسلامة الحمد لله. أجازة طويلة. نورتينا. وشيرين صباح الفل. صباح النور. صباح جميل يا رب إن شاء الله. دايما بنحاول إن احنا نناقش موضوع مهم، والحقيقة احنا بقالنا كذا يوم معنيين بتبعات وتداعيات الزلزال اللي طبعا أثر على تركيا بشكل كبير وأثر على سوريا بشكل طبعا كبير، سواء من ناحية الانهيارات اللي حصلت أو عدد الوفيات اللي طبعا حتى الآن لازالت في تزايد للأسف، أو فكرة المصابين اللي ما زالوا طبعا يعني بيتلقوا الإسعافات حتى خروجهم من هذه الصدمات بإذن الله. وبالتأكيد بنتمنى أنه يتم إنقاذ أكبر عدد ممكن من اللي لسه تحت الأنقاض وإسعاف المصابين. لسه في ناس مفقودين للأسف. طبعا والحقيقة الموضوع ده بياخدنا لنقطة مهمة، وهو دور المجتمع الدولي أخباره إيه، الآلية للتعامل مع الكوارث هل هي في أفضل حالتها، هل المساعدات السريعة المساعدات اللي خاصة بالإسعافات الأولية أو الإسعافات اللي هي قصيرة المدى وطويلة المدى ماشية بشكل منضبط ولا لا، كل ده المفروض إن احنا عايزين نتكلم فيه. ولكن في المقام الأول مين هي الجهة اللي بتتعامل واللي بتنظم المجهودات دي كلها؟ منظمة الأمم المتحدة باعتبارها أكبر منظمة دولية اهتمت بالموضوع، وهي اللي بيبقى ليها الرد السريع في التعامل مع النكبات والكوارث اللي من النوع ده. حددت يوم دولي للحد من مخاطر الكوارث علشان تبقى فرصة للتعرف على أحجام الكوارث اللي بتحصل كل عام، وتسليط الضوء على التقدم اللي بيحصل في مجال الحد من مخاطر الكوارث والخسائر اللي بتخلفها في الأرواح البشرية وسبل العيش أو العيش وإزاي نحن نتعامل معها يعني. فهو موضوع أعتقد مهم إن احنا نبقى عارفين لما بتحصل حاجة زي كده هو مين اللي نروح له في المقام الأول، أو مين اللي بيتعامل مع يعني حجم هذه الكوارث ويقدر يقدم لنا أفضل الحلول يعني. صحيح، الأمم المتحدة يا جاد نظمت حدث كبير العام الماضي وكان يوم 13 أكتوبر، وهي اختارته عشان يكون ده يوم دولي للحد من مخاطر والكوارث، واللي طلبت خلاله أنه اليوم ده يكون مستمر ومستدام على مدار العام، نظرا لأنه الكوارث الطبيعية بتحصل ما قلاش توقيت محدد وتبعاتها بتستمر لسنوات طويلة. وركزت كمان المنظمة على 7 محاور مهمين، هم دعم عملية التقدم العالمي في تحقيق النتيجة المنشودة للحد من مخاطر الكوارث، والأهم هو الزيادة بدرجة كبيرة في تطوير نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة. من المعلومات والتقييمات عن الكوارث في إمكانية استفادة الناس من هذه المهام بحلول عام 2030. الحقيقة أن العالم كله كان محتاج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وفي مارس الماضي تحديداً أعلنت الأمم المتحدة تولي إجراءات جديدة لضمان حماية كل فرد على سطح الأرض بإتاحة نظم إنذار مبكر خلال 5 سنوات. ويمكن كلنا طبعاً أعدنا تقدير الموضوع مرة تانية بعد زلزال سوريا وتركيا، و البعض يرى أهمية تطبيق نظم الإنذار بشكل فوري لمحاولة إنقاذ الأرواح وتفادي الكوارث. وفي مايو الماضي تحديداً حددت الأمم المتحدة إطار لتطبيق سياساتها للحد من مخاطر الكوارث في العالم كله، والتفاصيل معاك يا ليندا. مظبوط يا مارينا، الإطار اللي أطلقته الأمم المتحدة أسمته إطار سنداي، وهي المدينة اليابانية اللي تم فيها توقيع الإطار، وتعريفه أنه ليه هدف أساسي وهو تجنب التسبب في مخاطر جديدة
وتقليل المخاطر الطبيعية الحالية. عشان كده نظم الإنذار المبكر وإجراءات التأهب اللي بتعتمد على توعية الناس بتتيح القدرة على اتخاذ إجراءات مبكرة لتقليل الضرر اللي بيلحق بسكان العالم واللي بيأثر بالتأكيد على حياتهم وحياة الدول بتاعتهم. الحديث هنا مش بس عن الزلازل ولكن كمان عن الفيضانات والأعاصير والبراكين والسونامي. الحقيقة إنه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث معني أو اسمه UNDRR بيعمل مجهودات في هذا المجال كل عامين مع مفكرين خبراء باحثين مبتكرين للتحقيق في حالة المخاطر في جميع أنحاء العالم، وده من خلال تسليط الضوء على أساليب مواجهة الكوارث الجديدة واكتشاف طرق مبتكرة للحد منها، وكمان نشر توعية يعني للتقليل من المخاطر الناتجة عن أي خطر طبيعي أو كارثة طبيعية بتحصل. لأنه الحقيقة يعني احنا كبشر يعني بنعتمد على الحس البشري لما بنحس يعني ما نقدرش نتمكن من معرفة اكيد الاجهزه أكيد ممكن يعني. ان هي تساعدنا لما يكون في جهاز استشعار يقدر ان هو يرصد اي خلل بيحصل، يبقى في زي بنسمع جرس الفصحى، يبقى في يعني في كل عماره مثلا من اللي هي المناطق اللي دايما بتحصل فيها حاله الزلازل دي انه يبقى في جهاز انذار الناس مجرد ما تسمعه ان هي ايه تبتدي تتحرك على طول. يعني زي ما قلت يا جد ده فعلا اللي عملته المنظمه لتحقيق في اطار سنداي واللي تكلمنا عنه واللي بتسعى انه يكون بمعلومات متاحه ليها عشان يتم التعامل بشكل اسرع مع اي كارثه طبيعيه واعاده التفكير في المخاطر الناتجه عن الكوارث دي وتاثيرها على العالم من النواحي الصحيه الاقتصاديه حتى النفسيه، حتى كمان الناس تعرف لما يحصل كارثه من الكوارث ايه الخطوات الاولى اللي لازم تعملها. في ناس تقعد تاخد حاجات مثلا من البيت او يعني تتأخر، فلازم التصرف السريع. الحقيقة ان احنا بنعيش في عصر البيانات والمعلومات، وعلشان كده مهم جدا انه بعض الاراء زي ما كنت بتقول يا جاد كانت بتتجه لانه يبقى في انذار او تنبؤ بالكوارث قبل وقوع اي كارثة انسانية مش بس زلزال، لكن البعض شاف انه حتى التكنولوجيا والمعلومات يمكن حتى الان التنبؤ يعني من وجهة نظر البعض صعب بوقت كافي، ولكن البعض الآخر يرى أنه في عصر التكنولوجيا والمعلومات يجب أن يكون هناك تطور في يعني هذا المجال، وكمان نقدر من خلال معلومات وأبحاث نعرف ظواهر طبيعية تخلينا يمكن نستطيع قراءة المستقبل بشكل أفضل فيما يتعلق بأي كارثة إنسانية، وخصوصا أنه التغيير أو الأحداث مؤخرا والكوارث بتحصل بشكل سريع ومفاجئ، فمع استخدام التكنولوجيا الحديثة احتمال كما يرى البعض نقدر يعني يتم إنقاذ عدد كبير، وده اللي بنتمناه أكيد من البشر في أي مكان على سطح الأرض، ومش بس التنبؤ بالكارثة ولكن كمان ما بعد الكارثة أن يكون هناك يعني معلومات وتكنولوجيا ووسائل نستطيع من خلالها سرعة يعني المحاولة في إنقاذ سرعة التحرك وحتى يكون في الأماكن مجهزة. احنا بنتابع دلوقتي في البث الحي ده على رجال البحث والإنقاذ والإغاثة اللي بيحاولوا يشوفوا المتضررين تحت الأنقاض، وإن شاء الله بنتمنى ليهم السلامة ويطلعوا بألف سلامة، ونتمنى لكل الموجودين في سوريا وتركيا السلامة بإذن الله. الحقيقة أن العالم أمام تحدي كبير وهو الحد من مخاطر الكوارث، والموضوع مش محتاج يوم للتذكير به، ده لازم تقوم ثقافة عامة ولازم الدول كلها تكون مساندة لبعضها عند حدوث أي كارثة طبيعية، لأن ده بيرتقي بإنسانيتنا وبيصحي ضمير العالم بغض النظر عن أي خلافات أو اختلافات. فاصل ونبتدي فقرات صباح جديد لهذا اليوم، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. آخر أخبار درجات الحرارة في الأيام القليلة القادمة، توقعات هيئات الأرصاد الجوية في عدد من العواصم أو البلدان العربية والعالمية، هنتابعها بالتفصيل مع مارينا. شكرا جاد، ونشرة جوية جديدة في صباح جديد.
مصر أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء بعد حالة الاضطرابات الجوية التي تعرضت لها البلاد على مدار اليومين الماضيين. وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار الأجواء شبه غائمة على شمال البلاد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وأكدت الهيئة أن سرعات الرياح ستهدأ بصورة ملحوظة على كافة الأنحاء. توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان لسيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية. أما السماء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل القصيم والرياض وعلى مكة المكرمة والباحة. في الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائم جزئياً ويصاحبه غبار أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً ليصبح رطباً ليلاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال وجود الضباب الخفيف شمالاً ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً نهاراً. في الأردن درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، الطقس بارد نسبيا وغائم جزئيا مع هطول الأمطار في أجزاء من جنوب المملكة. إلى العراق الطقس بارد وضبابي صباحا في أجزاء مختلفة من البلاد، فيما يتحول ساعات الظهيرة والعصر إلى بارد في أغلب المناطق وفوق المرتفعات الجبلية. أوروبيا إلى ألمانيا تشهد فرص لتساقط الثلوج في النهار مع صقيع صباحي يمتد حتى المساء. وفي إيطاليا تتعرض العاصمة روما لتساقط للأمطار يبدأ من وقت الظهيرة ويشتد المطر في ساعات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وإلى فرنسا العاصمة باريس يكون الجو غائم كليا في ساعات النهار، وفي الليل تبدأ أمطار ثلجية تستمر حتى منتصف الليل. ننتقل للتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.
درجات الحرارة تنتهي نشرتنا الجوية لليوم، ودلوقتي نروح لشيرين. شكرا مارينا، وهنبدأ بفقرتنا الاقتصادية بصباح جديد. للمرة الأولى في 6 أسابيع ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، لكنها ظلت عند مستويات تاريخية متدنية، ما يؤكد مرونة سوق العمل على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية. وأظهرت بيانات وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة الأولية زادت بمقدار 13,000 إلى 196,000 طلب خلال الأسبوع المنتهي، في حين كان متوسط التوقعات في استطلاع اقتصادي يشير إلى تسجيلها 190,000 طلب. أظهرت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية لشهر ديسمبر من عام 2022 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع المؤشر بنسبة 7.3% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021. وذكرت الهيئة أن ذلك جاء نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.9 مليار درهم، فقد شهدت الدائرة تسجيل 504 مبايعات بقيمة 1.69 مليار درهم، منها 46 مبايعة أراض بقيمة 334 مليون درهم، و 458 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم. ارتفع الذهب في آخر الجلسات مدعوماً بتراجع الدولار، ولكن من المتوقع أن تكون الأسعار حبيسة في نطاق محدود إذ ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية سعياً إلى مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1882 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1881 دولار. صعد النفط في المعاملات المبكرة في آخر جلساته مواصلاً مكاسبه لرابع يوم على التوالي، مع اضطراب في تحميل الخام في تركيا والتفاؤل بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، الأمر الذي عزز المعنويات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً أو 0.2% إلى 85.26 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتاً أو 0.2% إلى 78.58 دولار للبرميل. ارتفع الخامان بأكثر من 6% هذا الأسبوع. في جميع أنحاء المملكة المتحدة تأخر 75,170 قرضاً عقارياً لأصحاب المنازل بنسبة 2.5% أو أكثر من الرصيد المستحق في الربع الأخير من عام 2022، وهو ما كان على نسبة 1% مقارنة بالربع السابق وفقاً لما ذكرته شركة UK Finance. وكان هناك أيضاً 6,060 قرضاً للشراء للتأجير متأخرات بنسبة 2.5% أو أكثر من الرصيد المستحق
المستحق في الربع الرابع من عام 2022، وهو الأعلى بنسبة 5% عن الربع السابق. وهي كانت فقرتنا الاقتصادية لليوم، منروح مرة تانية عند مارينا. جولة جديدة في عالم الصحافة وأبرز العناوين في الصحف العربية والعالمية. بداية جولتنا في عالم الصحافة من موقع يورو نيوز، والذي نشر خبرا عن إعلان الحكومة الأسترالية أن وزارة الدفاع ستسحب جميع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مبانيها للتأكد من أنها باتت آمنة تماما. وأوضح وزير الدفاع ريتشارد مارلز أن مسؤولين سيسحبون كل هذه الكاميرات الموجودة في المواقع التابعة لوزارة الدفاع حتى تصبح هذه المباني آمنة تماما، على حد قوله. في صحيفة الأهرام المصرية خبر عن افتتاح مقبرتي جحوتي وحري بعد ترميمهما، وأوضح دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أنه تم اكتشاف المقبرتين من خلال أعمال البعثة الأثرية المصرية الأسبانية المشتركة من المجلس الأعلى للأثار والمجلس الأعلى للبحوث العلمية بأسبانيا منذ عام 2002، حيث قامت البعثة بأعمال الحفائر والترميم ونشر العديد من النتائج البحثية المتعلقة بالمقابر الموجودة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بمدينة الأقصر. فشل تويتر من جديد في تقديم تقرير كامل إلى الاتحاد الأوروبي حول جهوده لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، مما أثار بيان شديد اللهجة من كبار المسؤولين في الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد بريس. ووقعت الشركة على مدونة الاتحاد الأوروبي الطوعية العام الماضي قبل أن يشتري إيلون ماسك منصة التواصل الإلكتروني. مقال نشرته صحيفة نيويورك بوست بقلم وزير الخارجية الأمريكي السابق في عهد ترامب مايك بومبيو حمل انتقادات واسعة للرئيس الحالي جو بايدن، وقال في مقاله أنه بعد أيام فقط من قضاء بالون تجسس صيني أسبوعا كاملا في الطفو فوق رؤوس الأمريكيين قبل أن يتم إسقاطه أخيرا، أتيحت الفرصة للرئيس بايدن لإرسال رسالة قوية إلى الصين. في خطابه عن حالة الدولة ولسوء الحظ، اختار الرئيس مرة أخرى منهج قيادي ضعيف، إذ أنه تحدث عن تغيير المناخ وقانون حماية الرسوم غير المرغوب فيها دون أي ذكر للصين. موقع القاهرة الإخبارية نشر أول حوار لرئيس دار الأوبرا المصرية الجديد خالد داغر، والذي قال للموقع: شرف كبير لي تكليفي بهذا المنصب وتولي رئاسة هذا الصرح العريق الكبير، فهي مسؤولية كبيرة على عاتقي، أتمنى أن أكون أهلا لها، وسنعمل جميعا في اتجاه واحد ونتعاون في توصيل الرسالة التي أنشئ هذا الصرح من أجلها.
صحيفة الجارديان البريطانية دقت ناقوس الخطر حول استخدام الأخشاب بدلاً من الغاز للتدفئة في بريطانيا، وقالت الصحيفة إن العلماء رصدوا جزيئات الزرنيخ السام في هواء لندن، حيث تتزايد المخاوف من أن الناس يحرقون نفايات الأخشاب بشكل متزايد غير مدركين للمخاطر الصحية الجسيمة. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الحملة الشعبية في السعودية ساهم تمكنت من جمع 100 مليون ريال لإغاثة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا في أقل من 24 ساعة منذ انطلاق هذه الحملة، والتي تبرع بها نحو 300 ألف شخص. وإلى صحيفة البيان الإماراتية خبر علمي جديد حول احتفال مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، والذي يعتبر أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية. سينتقل المسبار في عامه الثاني حول الكوكب الأحمر على مدار جديد يسمح برصد غير مسبوق للقمر ديموس أصغر أقمار المريخ. مع نهاية الأسبوع بنبدأ جولة مراسلينا في العواصم العربية المختلفة. طبعا بحب أرحب بزميلي شبكة مراسلينا آية السيد من العاصمة الأردنية عمان، وأحمد سنجاب من العاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا نسرين رمضاني من العاصمة التونسية تونس. أهلا بكم في صباح جديد. وطبعا آية أبدأ معاكي، طبعا الحدث الأبرز الكارثة الإنسانية في تركيا وسوريا، الزلزال. أبدأ معك، كيف يعني مساعي ومساعدة والتضامن والدعم العربي في احتواء الأزمة الإنسانية في سوريا وتركيا؟ نعم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. حقيقة يعني منذ وقوع الزلزال الاثنين الماضي، وجميع الدول العربية والدولية ومنها الأردن يسعوا إلى يعني مساعدة البلدين في هذه يعني في هذا المصاب الجلل نستطيع القول عنه. ولكن دعيني بداية أقول لك بأنه مساء أمس تم تأكيد وفاة سيدة أردنية، وذلك بعد اتصال ورد لوزارة الخارجية الأردنية. مركز العمليات من ذويها أكدوا بأنها توفت في أنطاكيا بعد عمليات الحفر يعني تم إيجادها، ولكن للأسف كانت متوفاة، وتم تسجيل وفاة لسيدة أردنية في هذا الحادث في تركيا. إلى جانب أيضا بأنه وزارة الخارجية قامت بإرسال فريق قنصلي إلى أنطاكيا من أجل المتابعة مع السلطات التركية، من أجل معرفة إن كان هناك يعني أردنيين لا زالوا عالقين. أيضا يتم المتابعة مع أهالي الأردنيين هنا، إن كان يعني تم التواصل مع عائلاتهم في تركيا وسوريا. حتى أيضا كما تعلمون يعني المصابين أو بشكل عام أرقام موضحة. للأسف مارينا يعني الجالية الأردنية كبيرة جدا في تركيا وهي موزعة، لكن يعني أغلب الأردنيين متواجدين في أنقرة وإسطنبول، العدد قليل يعني المتواجد في أنطاكيا أو في هاتاي أو في مناطق غازي عنتاب التي وقع فيها الزلزال أو التي تضررت. ولكن بعضهم للأسف يعني طلبة، هناك يعني شخصين أردنيين وهم يعني يعملون في مجال العقارات، هم أخوين مفقودين منذ وقوع الزلزال. هناك متابعات حديثة في الأردن، هم يعني يقيمون في منطقة أنطاكيا. أيضا هناك يعني طالب أردني تم الإعلان عن وفاته قبل يومين، ولكن الخارجية لم تعلن من أعلنهم عائلته، لم يكن هناك بيان رسمي من الخارجية حول وفاته. هو طالب ذهب إلى تركيا لأخذ دورة دراسية، وللأسف أنه كان يقيم في إحدى الفنادق التي انهارت وقت الزلزال. يعني لا زال هناك إحصاء حول الأعداد، لا يوجد هناك عدد رسمي أو بيان رسمي يبين كم عدد الأشخاص المفقودين، خاصة بأنهم موزعين في العديد من المدن. وأيضا أريد الاطمئنان على الأحوال ومدى تأثيرات الزلزال لديكم أيضا.
نعم صحيح، يعني هذا الخبر الذي كنت سأقوله لك بأنه بالأمس أعلن مرصد الزلازل الأردني عن تسجيل أكثر من 780 هزة ارتدادية منذ يوم الاثنين. هذه الهزات طبعا تم رصدها من خلال مرصد الزلازل الأردني والمحطات العالمية. هذه الارتدادات كانت قوتها أكثر من 3 درجات. طبعا الزلزال الأول الذي وقع يوم الاثنين وما تبعه أيضا الزلزال الثاني هو كان يعني هو الذي كان أكثر شدة والذي شعر به المواطنين الأردنيين في بعض المناطق، يعني أكثرها كان محافظات الشمال وهي القريبة على الحدود السورية وبعض محافظات بعض المناطق في العاصمة عمان. يعني حقيقة هناك ناس يعني إلى يعني في جواري كانوا شعروا بهذه الهزة، وهناك كفالا كان هزة يعني في المنازل. بعد ذلك لم يكن هناك أي شعور لدى المواطنين حول هذه الهزات، ولكن الزلزال الذي حدث في شمال نابلس قبل يومين شعر به الأردن، لأن المسافة ما بين شمال نابلس وعمان ما يقارب 67 كيلو مترا، فكان هناك شعور لدى المواطنين بوجود هزة أرضية. ولكن مجموع هذه الهزات كما يعني أعلن مرصد الزلازل الأردني هي أكثر من 780 هزة ارتدادية تم رصدها من خلال المحطات في الأردن وأيضا المحطات العالمية. في سياق متصل مارينا، فيما يخص المساعدات التي كنت تتحدثين عنها، يعني منذ يوم الاثنين بعد وقوع الزلزال والأردن يقوم بتجهيز كان العديد من المساعدات الإغاثية. أيضا الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وهي الجهة المخولة لإرسال المساعدات فتحت باب التبرعات. تم خروج حتى اليوم 5 طائرات إغاثية إلى تركيا وسوريا. آخر طائرة كانت بالأمس اتجهت إلى مطار حلب وهي محملة بمواد إغاثية من مواد طبية ومستلزمات لوجستية وأيضا بطاطين وأيضا يعني لوازم للشتاء. ويعني طلبت الهيئة الخيرية الهاشمية من المواطنين الذين يعني لديهم الرغبة في التبرع بأن تقتصر هذه التبرعات على المساعدات العينية، وأن تكون هناك مثلا مواد فعلا يحتاجها الأشخاص في المناطق المنكوبة. أيضا بالأمس تم تسيير أول قافلة برية، هذه القافلة التي تتكون من 7 قاطرات، هذه القاطرات سيتم تسليمها من على الحدود الأردنية السورية بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتواجدة في المناطق المنكوبة. سيتم نقل هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا. دعيني أقول لك أيضا بأنه الأردن قام بإرسال فريق إغاثي، فريق إنقاذ دولي مكون من 99 شخص هم مهيئين ومدربين على عمليات الإنقاذ الدولية، تم إرسالهم إلى تركيا يوم الأربعاء. هذا الفريق يقوم بالمساعدة في عمليات التنقيب وعمليات البحث، إلى جانب أيضا 5 أطباء من المدينة من الخدمات الطبية الملكية. الأردن لا زال يقوم بتقديم هذه المساعدات. هناك قوافل كما أخبرت هيئة الخيرية الهاشمية للقاهرة الإخبارية بأنه سيكون هناك قوافل برية في الأيام المقبلة، وطلبوا منا طبعا الحضور لتصوير هذه يعني القوافل قبل انطلاقها. طبعا الدعم العربي وبالطبع أهم عناوين الصحف الأردنية حول هذه الكارثة الإنسانية، ولكن أي أود أن أسمع منك تفاصيل أكثر حول العناوين الأبرز سواء لتناول هذا يعني الحدث المأساوي والكارثة الإنسانية سياسيا وإنسانيا بشكل عام في الصحف الأردنية وسريعا أيضا. نعم طبعا، يعني إن كان من جانب الإنساني أو إن كان من الجانب السياسي هناك تعاطف كبير مع تركيا وسوريا في هذا المصاب. أجل هناك مساعدات، نجد أنه فعلا هناك تضامن في الآراء بغض النظر عن اختلاف الآراء، ولكن هناك تضامن إنساني بما حدث في تركيا وسوريا. هناك يعني تعاطف وهناك حزن يعم الأردن بسبب ما حصل. قامت طبعا العديد من الهيئات الدبلوماسية بتقديم واجب العزاء، إن كان وزارة الخارجية العاهل الأردني قام بالاتصال بالرئيس السوري والرئيس التركي وقام بتقديم واجب العزاء، أيضا رئيس مجلس النواب الأردني والوزارات بشكل عام قاموا بإرسال برقيات تعزية، وأيضا رئيس الوزراء الأردني يعني قام بقراءة الفاتحة على أرواح
الضحايا في مجلس النواب في إحدى جلسات النواب. يعني هناك تعاطف كبير من الجانب الأردني وأيضا من الدول العربية كافة على ما يحدث في تركيا وسوريا. ابقي معي آية وإلى بيروت ومراسلنا أحمد سنجاب. أحمد صباح الخير، وما هي آخر التطورات وطبعا الدعم المقدم على كافة المستويات الإنسانية وأيضا السياسية والتطورات الخاصة بالزلزال المدمر لديكم؟ صباح الخير عليك مارينا، صباح الخير على الزملاء الأعزاء وعلى جميع مشاهدي القاهرة الإخبارية، وصباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. في الحقيقة عناوين الصحف اللبنانية سيطر عليها بشكل أساسي هو موضوع الزلزال، وخصوصا أنها الهزة الأقوى التي شعر بها سكان لبنان منذ قرابة قرن من الزمان أو أكثر من قرن أيضا من الزمان. ربما لم تكن الخسائر البشرية أو المادية، لم يكن هناك أي خسائر بشرية، والخسائر المادية مقتصرة على بعض الشقوق في المنازل والتصدع في عدد من الطرق، إلا أن هناك حالة من الذعر الكبير سيطرت على اللبنانيين على مدار هذا الأسبوع بسبب المخاوف من الهزات الارتدادية، وخصوصا أن كل المؤشرات تؤكد أن لبنان ليس بعيدا عن مركز الهزات التي تحدث في تركيا أو التي أصابت سوريا. هناك أيضا أزمة كبيرة في لبنان تتعلق بوجود أكثر من 16 ألف مبنى آيل للسقوط بسبب غياب الصيانة، وجاءت الزلزال أو جاء الزلزال الرئيسي وتوابعه بمثابة إنذار أو يدق ناقوس الخطر لسكان هذه المنازل. هناك قطاع كبير جدا من اللبنانيين تركوا منازلهم الآيلة للسقوط والتي تغيب عنها أعمال الصيانة، وخرجوا إلى الشوارع أو خرجوا إلى أماكن إقامة أخرى في مختلف المناطق. كان هناك العديد من الإجراءات سواء داخل الدولة اللبنانية لبحث تفضل بالضبط كانت هناك عديد من الإجراءات داخل الدولة اللبنانية أو على صعيد الدعم التركي والدعم لتركيا والدعم لا قبل هذه النقطة. يعني أنا أود أحمد أن أعرف ما هي الخطوات التي تم اتخاذها تجاه هؤلاء المواطنين الذين تركوا منازلهم؟ تم تكليف هيئة الإغاثة اللبنانية وأيضا نقابة المهندسين في بيروت ونقابة المهندسين في طرابلس بالتعاون مع كافة المحافظات ببحث سبل دعم هؤلاء المواطنين. لم يحدث هناك انهيار لمنازل سوى ما تم الإبلاغ عنه حتى الآن، قرابة 3 منازل في كافة الأراضي اللبنانية، ولكن البلاغات الأساسية التي تتلقاها غرف المحافظات وهي أعلنت الاستنفار وحالة الطوارئ الكاملة في عموم البلاد، فأغلب هذه البلاغات تتعلق بشقوق في المنازل وانهيارات بسيطة داخل المنازل التي تتطلب إلى صيانة. فهناك تم تشكيل لجنة لبحث ونظر ومراجعة كافة المباني الآيلة للسقوط على الأراضي اللبنانية والتي تلقت غرف المحافظات بلاغات بشأنها. وأيضا يعني الأوضاع في لبنان، يعني هناك العديد من التطورات والملفات المهمة من الزلزال إلى آخر مستجدات التحقيقات الخاصة في انفجار مرفأ بيروت. أيضا أحمد، لو وضعنا عنوانا رئيسيا للتطورات في لبنان على مدار هذا الأسبوع فهو أسبوع الجليد. أسبوع الجليد يخيم على الدولة اللبنانية، الجليد سواء على المستوى الفعلي كافة الجبال اللبنانية تكتسب قمامها بالجليد بفعل العاصفة فرح، أيضا في الملفات السياسية والقضائية. في الملف القضائي هناك جليد، حالة من الجليد هذا الأسبوع أطفأت نيران الأزمة التي اشتعلت على مدار الأسابيع الماضية والتي كادت أن تسبب فتنة كبيرة داخل الجسم القضائي، حيث قرر قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البطار تأجيل جميع الجلسات التي كانت سبق وأن قررها في شهر فبراير، وكان من المقرر أن يستدعي فيها الأمين عدد من كبار المسؤولين في الدولة ووزراء سابقين وأيضا المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة، وهم من كبار المسؤولين الأمنيين في الدولة، وأيضا كان من المقرر أن يستدعي النائب العام. وهذا النائب العام كان هناك صدام كبير جدا بينه وبين القاضي طارق البيطار على مدار الأسابيع الماضية، وأثر هذا إلى عدد من المظاهرات والفعاليات في الشارع. فجاء قرار القاضي طارق البيطار ليهدئ من الملف، وأكد أنه على خلال هذه الفترة سيتوصل إلى تسوية أو سيتوصل إلى صيغة معينة مع النيابة العامة لكي لا يكون هناك أي خلاف بين قاضي التحقيق من جهة وبين النائب العام من جهة. وأيضا ما الجديد في ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان؟
ايضا اصابه الجليد على مدار هذا الاسبوع، فهناك صمت تام او توقف تام للحديث في هذا الملف على مدار الاسبوع والاسبوع الثالث على التوالي. يعني لبنان هذا الاسبوع هو الاسبوع الثالث الذي لم يشهد فيه حتى مجرد جلسات لانتخاب رئيس جديد للبلاد. توقف الامر عند الجلسه 11 التي عقدت يوم 19 يناير الماضي، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يتم الدعوه الى الجلسه 12 لانتخاب رئيس جديد للبلاد. فهذا الملف ايضا اصابه جليد كبير على مدار هذا الاسبوع. ولذلك العنوان الرئيسي لهذا الاسبوع في لبنان هو اسبوع الجليد بامتيازه على المستوى السياسي او على المستوى القضائي او على مستوى الطبيعه في حد ذاتها. ربما لم يكن هناك اي تغيير يذكر سوى في الجلسه الثالثه التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني بصلاحيات رئيس الجمهوريه، ولكنها ايضا يبدو ان هذا الامر سيكون تقليديا خلال الفتره المقبله. اتخذ المجلس عده قرارات متعلقه سواء بدعم الادويه السرطانيه او ايضا بتجميد او محاوله تهدئه الحراك سواء اضراب المعلمين او اضراب موظفي القطاع العام. فاتخذ عده قرارات لتهدئه هذه الاوضاع وتبريد الاجواء في لبنان. ايضا ربما المتحرك ايضا الوحيد او المتحرك الاخر في هذا الاسبوع هو اسعار الصرف التي انهارت بشكل كبير جدا على مدار الاسبوع ايضا، مما ادى الى ارتفاع العديد من السلع في البلاد. ولكن كل هذه العناوين وكل هذه الامور لم تطغى على العنوان الرئيسي في البلاد، وهو عنوان الزلزال وفكرة الإغاثة وحالة الذعر الكبير لدى المواطنين. ابقى معي أحمد، والآن نذهب إلى نسرين رمضاني من تونس. نسرين صباح الخير، ما الذي قدمته تونس لسوريا وتركيا بعد الزلزال، وآخر تصريحات الرئيس التونسي فيما يخص رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا تحديدا؟ صباح الخير. نعم، تونس قدمت مساعدات لي أو أرسلت مساعدات لكل من سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة هناك، ويعني أرسلت تونس 3 طائرات عسكرية محملة بمواد طبية ومواد غذائية ومستلزمات إنقاذ، يعني بعض المعدات التي تساعد في عملية الإنقاذ. أيضا أرسلت طواقم طبية وطواقم إنقاذ وفرق مختصة في البحث والإنقاذ، يعني مصنفة وتلقت تدريبات ويعني على مستوى المعايير الدولية في هذا الشأن. يعني تم تركيز مركز عمليات للإنقاذ التونسي في مدينة حلب السورية، وبدأت يعني بعض المعطيات تتوارد حول نتائج عمليات الإنقاذ للفرق التونسية والطواقم التونسية في كل من سوريا وتركيا. بالأمس كان هناك يعني معطى أولي يتعلق بأن فرق الإنقاذ في تركيا، فرق الإنقاذ التونسية في تركيا، انتشلت 3 جثث، وكان هناك أيضا خبر آخر يتعلق بانتشال الفرق الإنقاذ التونسية لستة أو أنقذت 6 يعني أشخاص في 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 المناطق المنكوبة. أيضا الرئيس التونسي كان قد أكد على ضرورة مساعدة الأشقاء كما وصفهم طبعا في سوريا وتركيا، يعني لتحمل تداعيات هذا الزلزال، وأكد على إرسال المساعدات العاجلة. وأيضا رئاسة الحكومة دعت التونسيين طبعا بتعليمات من الرئيس قيس سعيد، دعت التونسيين للتبرع، وتم تركيز وحدة يعني استقبال التبرعات المادية والعينية في الاتحاد الوطني للتضامن في تونس. وطبعا دعت الحكومة أساسا التونسيين المقيمين في الخارج للتبرع لفائدة سوريا وتركيا، طبعا لفائدة ضحايا الزلزال. هناك أيضا بالأمس رئيس قيس سعيد قرر رفع التمثيل الدبلوماسي التونسي في سوريا، ويعني أكد على أن من المهم في هذه الفترة وفي هذه المرحلة وفي ظل الوضع الصعب الذي تعيشه سوريا بعد يعني التداعيات الكبيرة والوخيمة للزلزال، يعني من الضروري أن تكون تونس ممثلة بشكل أفضل على مستوى دبلوماسيتها هناك. وقال إن يعني وجود أسفير في بلد ما يتعلق بيعني هذا أسفير معتمد لدى البلد وليس لدى النظام فيما يتعلق بكل تلك الانتقادات، يعني التي لكن هذا ليس
يعني ظرفا للحديث عن الاختلافات السياسيه، ولكن صحيح ظرف فقط للتضامن والدعم طبعا كارثة لأضحايا إنسانية ضحايا تستلزم السلسلة. دعم عربي وعالمي أيضا، ولكن أذهب معك إلى عنوان آخر ربما هو حديث الآن في تونس حول جمعية الأولياء أولياء الأمور والتلاميذ التونسية تدعو إلى تقليص مدة الأجازة، ما هي تفاصيل ذلك الخبر؟ نعم بالفعل، الجمعية التونسية لأولياء أمور التلاميذ دعت إلى تقليص فترة الإجازات، وقالت إن هذا سيساعد على توفير حوالي 4 أسابيع إضافية في الزمن المدرسي. طبعا هناك العديد من الانتقادات للزمن المدرسي في تونس والنظام التربوي، وتطالب هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات بإصلاحات يعني منظومة التربية في تونس. تقول الجمعية إن يعني توفير أو التقليص من مدة الإجازات سيساعد على توفير ساعات إضافية للتعلم، وهذا سيساعد التلاميذ على طبعا استيعاب الدروس أكثر، وأيضا سيساعد المنظومة التربوية على تحسين أدائها. يعني هذه الانتقادات التي تحدثت عنها تتعلق ب في فترات هناك تكثيف للدروس، والتلاميذ خاصة في المرحلة الابتدائية لا يستطيعون استيعاب هذا الكم الهائل من الدروس هل وعدد المشكلة الساعات فقط في الطويلة الوقت أم في الجودة؟ يعني للدراسة. هذا السؤال أيضا طرح فيما يتعلق ب يعني هذا المقترح، وهناك الكثير من الآراء، ولكن لضيق الوقت أنا أشكركم مراسلينا شبكة مراسلينا، كنتم معنا من عمان وبيروت وتونس، شكرا لكم. وبهذه التغطية تنتهي جولتنا في عالم الصحافة، ودلوقتي نروح لجاد وليندا. شكرا مارينا، ايه رايكم نتابع اخر اخبار ملاعب العالم في فقرتنا الرياضيه؟ نبدا فقرتنا الرياضيه من خبر عن اعلان الاتحاد الدولي لكره القدم انه الانديه برمت 4387 انتقال للاعبين خلال فتره الانتقالات الشتويه الاخيره اللي استمرت من 1 وحتى 31 يناير الماضي. اوضحت في التقرير انه انفاق الانديه على هذه الانتقالات شهد تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 1.5 مليار دولار امريكي، بزياده 230 مليون دولار امريكي على الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 2018. في ليلة هي الأفضل لكريستيانو رونالدو بقميص النصر، سجل اللاعب البرتغالي سوبر هاتريك ليقود النصر للفوز 4-0 أمام الوحدة في الجولة 16 من الدوري السعودي. بالفوز ده بات النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب، بينما تجمد الوحدة في المركز 13 برصيد 15 نقطة. الصفقة الأكبر بدأت أن تؤتي بثمرها، أكيد ليلة سعيدة لرونالدو والنصر السعودي. نتحدث الآن عن النجم السويدي الأسطوري الآخر زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي كشف عن آخر الأمور الخاصة بمستقبله في عالم كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد مؤخرا من إصابة قوية حرمته من المشاركة لمدة 8 شهور. إبراهيموفيتش أكد في تصريحات لموقع فوتبول إيطاليا أنه هو لا يفكر مطلقا في الاعتزال، وبيخطط للاستمرار في الملعب لعدة سنوات مقبلة. زلاتان قال في هذا التصريح: كيف ولماذا أفكر في الاعتزال وأنا أشعر بأنني الأفضل؟ بيلتقي منتخب عمان لكرة القدم الشاطئية نظيره السعودي في معسكره الإعدادي في جازان بالمملكة العربية السعودية في ثالث اللقاءات الودية بين المنتخبين مع نظيره السعودي. بتقام المباراة على الملعب الرملي بمدينة الملك فيصل، وبتأتي المباريات الثلاثة ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا اللي هتقام في تايلاند مارس المقبل.
وضع الأسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بطولة مونبلييه الفرنسية للتنس من دور ال 16 بسقوطه أمام الأمريكي كوينتن هاليس المصنف 70 عالميا بنتيجة 3-6 3-6، وخسر دافيدوفيتش المصنف رقم 32 عالميا إرساله مرتين في المجموعة الأولى، ولم يحصل على فرصة لكسر إرسال منافسه الأمريكي. لسه مكملين مع أخبار الرياضة، وهنروح للسعودية وتحديدا من مدينة القطيف، وبنرحب بضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ عبدالله العبيدي اللي بينضم لينا عبر الهاتف. صباح الخير عليك أستاذ عبدالله. إنجاز كبير للسعودية بتأهل الهلال للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، واللي بيواجه غدا ريال مدريد في مباراة بالتأكيد صعبة وتاريخية. كيف ترى مواجهة الغد، وهل يستطيع الهلال تكرار مفاجأة الفوز على فلامينجو والتتويج غدا بالكأس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لضيوفكم الكرام، صباح الخير لمتابعينكم. في البداية أشكركم على الاستضافة الجميلة هذه. إذا ما أتينا للحديث عن الهلال السعودي من خلال وجوده في كأس العالم، يعني هذه وجوده لم يكن بالصدفة، فريق يستحق انه يكون في كأس العالم وانه يكون في النهائي. يعني لما تقول لي انه استغراب انه تخطى فلامينغو، فالهلال اليوم فريق بطل، اليوم الهلال فريق يقارع الفرق الكبار، والدليل وجوده يوم السبت ان شاء الله في النهائي. فريق الهلال رغم الغياب، خلينا نغير المعادلة ونغير السؤال، فريق الهلال رغم الغياب اللي حصل فيه، رغم الغياب أبرز النجوم، إلا أنه استطاع أن يقارع الفرق. في البداية انصدم مع صاحب الأرض والجمهور الوداد الرياضي وتغلب عليه بركلات الترجيح، مع فلامينغو تعدى فلامينغو ووصل للريال، وصل إلى مباراة الريال أو المباراة النهائية. خلينا نقول أنا أقول الهلال قادر أنه عفوا أنا أقول الهلال أنه قادر على أنه يتخطى ريال مدريد. ما في شيء في الرياضة صعب وما في شيء مستحيل، متى ما كان الهلال حاضر ذهنيا، حاضر نفسيا، مركز في المباراة. الهلال اليوم أنجز 80%، باقي 20% إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله يفرح للجميع. احنا أتمنى طبعا أن حتى تكون النهاية عربي خالص، لكن قدر الله ما شاء، لكن إن شاء الله الهلال يفرحنا إن شاء الله يوم السبت. طيب طبعا استاذ عبد الله، لا شك انه في طفره بتحصل في السعوديه في الشق الرياضي، الدوري السعودي، الصفقات، واضح انه في يعني تركيز على انه يبقى في نقله ايجابيه في مسار الكره السعوديه في الفتره القادمه. بتتكلم طبعا عن التمني في انه كان يبقى نهائي عربي خالص، لم يحدث، ولكن دعنا نتحدث قليلا عن مباراة الأهلي المصري مع فلامينغو البرازيلي في تحديد المركزين الثالث والرابع. كيف ترى فرص الأهلي، وأكيد كنت متابع مشوار الأهلي في البطولة، إمكانية فوزه أو عبوره بطل البرازيل وحصد الميدالية البرونزية؟ في الحقيقة أنا متابع الفريق الاهلي مش بس في كاس العالم، حتى على مستوى الدور الوطني في مصر. الاهلي فريق بطل، الاهلي فريق انجازات، الاهلي فريق بطولات. فلما يكون وجوده في مباريات عالميه، الاهلي يقدم الصوره الحقيقيه للكره المصريه. لكن خلينا نقول مثل ما يقولوا اخواننا المغاربه، ما كان الزهر معهم حاضر، مما ادى الى تاخرهم، لكن ان شاء الله فريق الاهلي قادر بانه يتجاوز فلامينغو، وان شاء الله قادر انه يحقق الميداليه البرونزيه. هي يمكن بشكل عام كاس العالم للانديه في نسختها الحاليه واحده من اقوى النسخ، كل الانديه قدمت عروض قويه بالاضافه كمان للتنظيم الناجح والمميز للمغرب. هل ترى ان زياده عدد الانديه في النسخ المقبله هيزود من قوه المونديال؟ أول شيء أبارك للمملكة المغربية الشقيقة هذا التميز، هذا
العمل الكبير اللي يقيم من خلال تنظيم كأس العالم. في الحقيقة المغرب قادر أن ينظم بطولات أكبر من بطولات فرق يعني أو أندية خلنا نقول. أبارك لهم هذا التنظيم الجميل. أنا أقول طبعا 7 فرق غير لما يكون مثلا 13 فريق أو 17 فريق كل يعني ما لما تكون الفرق زايدة أكيد بيكون الكل يبغى الكل يستعد الكل يبغى يحضر للبطولة الكل يبغى ينجز البطولة فأكيد راح تصعب على الجميع. لكن اليوم برضو البطولة 7 فرق فرق عالمية وعلى مستوى هي بطولة صعبة أصلا جميع البطولات صعبة. لكن متى ما كان الفريق حاضر متى ما كان مركز متى ما كان العمل كبير أكيد راح ينجز جميع الفرق وهذا راح يقويها أكثر وأكثر. بالتأكيد إن شاء الله. الناقد الرياضي الأستاذ عبد الله العبيدي كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي هنروح لشيرين وموجز لأهم الأنباء. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز أخبار من عاصمة الخبر. كشف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن تقديم الدعم اللازم لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وأضاف في مؤتمر صحفي عقب قمة لقادة الاتحاد في بروكسل أن هذا الدعم يشمل المساعدة في عمليات الإنقاذ. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن عقد مؤتمر للمانحين بشأن مساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا. يأتي هذا فيما ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا إلى نحو 22,000. مع دخول الكارثة يومها 5 تتواصل جهود البحث والإنقاذ في المدن التركية والسورية المنكوبة. وأشارت مصادر في فرق الإنقاذ إلى أن آمال العثور على المزيد من الناجين تحت الأنقاض تتضاءل بعد الزلزال وسلسلة الهزات الارتدادية في البلدين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعات القمة الأوروبية التي حضرها الرئيس الأوكراني زيلنسكي، أوضح أن مثل هذه الطائرات لا تمثل أولوية عسكرية حالية. وأكد ماكرون أن الأولوية الحالية هي مساعدة أوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولا يمكن تسليم الطائرات المقاتلة في هذا الإطار الزمني. على صعيد متصل، وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي علاقات بلاده مع ألمانيا بأنها تشبه الأمواج في حركتها صعودا وهبوطا. وقال في مقابلات مع صحيفة شبيغل أنه مضطر باستمرار لإقناع المستشار الألماني أولاف شولتز بمساعدة أوكرانيا من أجل أوروبا. كان زيلنسكي أشار إلى أنه سمع من عدد من قادة الاتحاد الأوروبي أنهم مستعدون لتزويد كييف بالطائرات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يرى في حادث منطاد التجسس الصيني الذي تم إسقاطه انتهاكا أمنيا كبيرا. وأوضح بايدن أن دخول المنطاد للمجال الجوي الأمريكي هو اختراق للقانون الدولي، وهو ما يسمح للسلطات التعامل معه وفقا لما تريد. وأشار إلى أن المسؤولين العسكريين اتخذوا قرارا صائبا بإسقاط المنطاد قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، مؤكدا أن الجيش الأمريكي استعاد العديد من أجزائه. موجزنا انتهى. لمتابعة يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. أيضا يمكن متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر. فصل قصير ونواصل باقي فقرات صباح جديد. أهلا بحضراتكم من جديد، وصباح جديد لسه مكمل معاكم من القاهرة عاصمة الخبر. ومن القاهرة هنروح دلوقتي لغزة اللي فيها نوع جديد من الرياضة، وهي رياضة الانجراف بالسيارات في الرمال، واللي أصبحت متنفس لسكان القطاع.
الرياضة دي بتزيد أعداد المشاركين فيها يوم بعد التاني، والحقيقة أنها بتخلق عندهم روح التنافس والإثارة على شواطئ غزة. تتجمع أعداد كبيرة في غزة كل يوم جمعة لمشاهدة السيارات وهي تنجرف في الرمال. ولمعرفة المزيد عن هذه الرياضة التي أصبحت تشهد اهتماماً متزايداً، بدأ الأمر عندما كان عدد قليل من الأصدقاء يستمتعون بقيادة سياراتهم، لكنه يجتذب الآن أكثر من 40 سيارة ومئات المتفردين ليصبح عرضاً أسبوعياً لسكان غزة. احنا في البداية كنا يمكن 4-5 انفار اصدقاء بنيجي بنفضفض وبننزل وبنفعحط في الرمل، شوية شوية تفعلت الناس فزادت الناس، فبدت في الازدياد، كل جمعة بتزيد كل جمعة بتزيد، فطلعنا لقينا الناس يعني مضغوطة فبتفرغ، فبيجي الشباب اللي معاه جيب بيجي بدي بدع اللي عنده بدي افكار اللي عنده، الكل بخيل وكل بفرغ طاقة من عنده. بيت الحدث الأسبوعي نشاطاً يمكن سكان غزة الاستمتاع به في عطلة نهاية الأسبوع وطريقة للترويح عن أنفسهم. الحاجة هذه أنا بشوفها على التلفزيون دائماً في السعودية ودول الخليج، فهمت كيف؟ أنا ما بطلع حاجة بتنكد هذا، بقول يعني ليش بيصير عنا زي هيك؟ فالحمد لله يعني في ناس يعني مشوا في الموضوع هذا وصار في ناس يجوا هنا، فهمت كيف؟ وكل جمعة مبسوطين، وعندك الأولاد الصغار مبسوطين. بنيجي احنا كل جمعة هان بنفرق على المواطنين، طبعا في صار جماهير وكم بيجوا من خان يونس ومن رفح ومن الوسطى بيجوا ومن غزة كمان، اخواننا بيجوا بتفرجوا، هذه المنطقة ساحة يعني مفتوحة للناس، وبنيجي احنا بنفرق يعني بنشوف يعني الناس بتشوف على التلفزيونات كيف الدول بفرقوا هنا، لا احنا طبقناها بقطاع غزة رغم الحصار. يأتي المتفرجون من عدة مناطق في غزة إلى تلك المنطقة الساحلية المفتوحة لمتابعة السيارات وهي تنجرف في الرمال، ومع الوقت يزداد عدد السيارات المشاركة في هذا الحدث الذي يعد متنفساً لسكان غزة. حقيقة هيدا الرياضة بتعطي متنفس للناس، أنا بحب الرياضات الخطرة. أنا دايما بتساءل السواقة عامة هل هي موهبة وفن ولا يعني حاجة بنكتسبها بالتعليم، لكن بعد ما شفت التقرير أعتقد أن الرياضة دي مش بس خطر لكن أكيد محتاجة احترافية كثيرة طبعا، مهارة وفن وتعليم أكيد وتمرين وتدريب. صحيح، دايما الرياضات دي بتطلع المتنفس، يعني بتكون متنفس وبتطلع كل الطاقات السلبية كده. بقى بالمغرب، رح نروح على المغرب اللي بيتم تنظيم النسخة الأولى لمهرجان الكتاب الأفريقي بمراكش واللي بيستمر ليوم 12 فبراير. المهرجان بيشارك فيه أكثر من 40 كاتب وأديب من كل أنحاء أفريقيا، وذلك المهرجان بمبادرة من جمعية نحن فن أفريقيا. خلونا نعرف المزيد من التفاصيل حول المهرجان. بينضم إلينا عبر الهاتف من الدار البيضاء الكاتب الصحفي زيد فاخي. صباح الخير وأهلا بيك في صباح جديد أستاذ زيد. لو نعرف تفاصيل أكثر عن مهرجان الكتاب الأفريقي بمراكش. صباح الخير أفندم، وشكرا على الاستضافة الكريمة من قناة القاهرة الإخبارية. أولا هذا ليس معرضا، هذا مهرجان الكتاب الأفريقي الذي ينظم تحت شعار أفريقيا بكل الحروف، وهو فعليا بدأ يوم الأمس وسينتهي يوم الأحد. صحيح، هذا ما تم ذكره بالفعل أنه مهرجان. نحن نريد معرفة تفاصيل أكثر حول أهمية إقامة هذا المهرجان، وأيضا هو ملتقى لكتاب ول يعني تواجد مختلف من كل أنحاء أفريقيا، لو هناك تصحيح للتفاصيل أو مزيد من التفاصيل. نعم، تواجد مختلف لجميع الكتاب من كل أنحاء أفريقيا ومن خارج أفريقيا أيضا، فهناك الفائز بجائزة نوبل الكاتب الفرنسي غوستاف لوغولين، والهدف من هذا المهرجان هو تعزيز التعاون الأفريقي، يعني نحن لدينا أن الثقافة هو رأس مال لا مادي، ونريد تعاون جنوب جنوب يعني بين الأفارقة ذاتهم. نحن يعني كما قال مدير المعرض ماحي بن بن،
ومكتب لواء مغربي مشهور، قال ان نحن الافارقة لن نلتقي الا في اوروبا، في باريس او في لندن، ونادرا ما نلتقي بيننا داخل القاره الافريقيه. استاذ زيد، عايز اعرف اكثر منك، ما هي اهم الفعاليات في هذا المهرجان وما يميزه عن باقي المهرجانات بما انه هو يعني بنسخته الاولى؟ يعني هناك لجانب الكتاب هناك فعاليات حول الفن التشكيلي وحول السينما وحول عدة مواضع ثقافية، يعني هناك فعاليات أخرى مواضيع، والذي يميزه تواجد عدد من الكتاب الأفارقة والمغاربة على رأسهم الشاعر محمد بن نيس ووزير الثقافة الأسبق محمد الأشعري. إذا طلبت من حضرتك، يعني حضرتك ذكرت جملة مهمة وهي أن نلتقي ليس في أوروبا ولكن نلتقي فكريا وفنيا داخل أفريقيا، أود معرفة في جملة قصيرة وهدف قصير، ما الهدف وراء هذا المهرجان فكريا وفنيا، أو لو كانت هناك أهداف لها أبعاد أخرى أيضا؟ الهدف هو التقارب بين الكتاب الأفارقة، التقارب بين الكتاب الأفارقة والفنانين الأفارقة على أرض أفريقية، وكما كانت المغرب معبرا من أفريقيا لأوروبا والعكس، نريدها أيضا معبرا ثقافيا وفكريا وفنيا. وخصوصا أن التوقيت بالطبع له دلالة كبيرة، لماذا في هذا التوقيت هذه النسخة تحديدا وبداية هذه النسخة وهي النسخة الأولى من هذا المهرجان؟ أنا هنا ناقل عن مدير المهرجان أن الفكرة بدأت منذ عامين وكانت صعوبات لتنظيمها ويسيرت في هذا التوقيت، وهناك شراكات مع افريقيا وضيوف من افريقيا جنوب الصحراء الذين لبوا الدعوه، وهم 47 من الكاتبين من اكبر كتب افريقيا. إذن أيضا أود معرفة، هل سيتم تسويق لهذا المهرجان لكي تصل الأفكار والفنون بشكل كبير ليس فقط داخل أفريقيا ولكن بشكل عام حتى لأوروبا؟ نمد ذلك، يعني أنا ناقل ما تصور رئيس الجمعية، نريد تطوير المهرجان أكثر، وهو روائي مغرب معروف باحب الدين الذي هو ولد في مراكش ونريد أن يجعل مراكش مكانا للترقي بين المفكرين والمثقفين الأفارقة، كما كانت مكانا لمعبر القوافل الأفريقية في قديم الزمان إلى يعني في التاريخ الوسط إلى أفريقيا جنوب الصحراء، ناقلة السلع والبضائع وحتى الأفكار وحتى الدين وحتى المعتقدات. أستاذ زيد، عايز أعرف منك ما هو مستقبل هذا المهرجان أو ما تتوقع منه أو أي تغيير اللي ممكن يحصل يعني بفترات الجاية؟ أظن أن المهرجان لو نجح في دورته الأولى، هناك الخطوة الأولى دائما تكون صعبة والبداية هي الأصعب، لو نجح في هذه الدورة سيكون له مستقبل كبير، وخصوصا أنه منظم في فترة جيدة هي فترة فبراير التي كانت للأسف تشهد معرض الكتاب الضامنة، ولكنه حول زمانا ومكانا، حول زمانا إلى شهر يونيو ومكانا إلى الرباط، ونتمنى من المسؤولين على الشأن الثقافي المغربي أن يتدارك الموضوع. نتمنى كل النجاح والتوفيق لهذا المهرجان. أشكرك جزيل الشكر الصحفي زيد فاخي، كنت معنا من الدار البيضاء.
وهنروح لنموذج يا شيرين للشباب الطموح، وخصوصا انه مهم ان يكون عندنا دايما في صباح جديد تركيز مع الشباب اللي بيكون ليهم بصمات مختلفه ومشاريع مختلفه. والى الجزائر عمار خناوي، احدث صاحب وشاب لصاحب شركه محليه رائده في الاستثمار في ذهب صحراء الجزائر، وهو زيت نواة التمر. عمار فعلا هو من النماذج الناجحة والمميزة، ويأمل كمان الوصول للعالمية من خلال مشروعه اللي حنتعرف عليه أكثر بهذا التقرير. يأمل الجزائري عمار خناوي صاحب شركة محلية رائدة في الاستثمار في ذهب صحراء الجزائر أن تصل منتجات شركته إلى الأسواق العالمية. كرس عمار وقته في السعي وراء معرفة خفايا وأسرار أشجار النخيل، وحرص على معرفة مزيد من خصائصها عن طريق إجراء دراسة بحثية في زيت النخيل، وسرعان ما توصل إلى فوائد محتملة لزيت نواة التمر الذي يستخلص من نواة البلح. أسس خناوي شركة إنوفا بالم التي تنتج زيت نواة التمر الذي يأمل أن يتسنى له ذات يوم قريب تصديره للخارج. وتصنع إنوفا بالم التي بدأت الإنتاج منذ 4 أشهر فقط الزيت من خلال عصر نواة التمر على البارد، وتستخدم ما بين 2 إلى 3 أطنان من النوى لاستخلاص لتر واحد من زيت نواة التمر. الفكرة هذه عندها تقريبا 11 سنة اللي جاتني، هي كانت فكرة كنت ندير في وحدة البحث عن الأغذية في القرآن. من بعد انتبهت انه شجره النخيل شجره مباركه مذكوره بزاف في القران، دونك جاتني ليدي باش نبحث. ومن بعد مع البحث ديكوفريت انه في لو بارمي في النخله كاين وايد دوطات غير مستفاد به، ماذا بينا كيف نستغلوه من الناحيه الاقتصاديه. فكره بعد تجي فكره ولا اصبح اليوم بروجي الحمد لله. بالطبع هي الماده الرئيسيه تاعنا هي زيت نواة التمر، هذا نواة التمر اللي نستخلصوه بطريقه وباليه علميه جدا وبمعدات متطوره جدا باخر تكنولوجيا في استخلاص هذا النوع من الزيوت. نستخرج زيت نواة التمر الخام، هذا الزيت اللي هو موجه بالضروره لثلاث قطاعات مهمه، هي قطاع صناعه مواد التجميل، والقطاع صناعه الصيدلانيه وشبه الصيدلانيه، وصناعه الغذائيه لاغرو انيمال. بون هذا البرودوي فيني الويل دو نويدودات زيت نواة التمر، سي لي ديرني ايتاب اخر مرحله من المراحل اللي شفتوهم الصباح تاع عمليه الاستخلاص. هذا هو ذهب صحراء الجزائر زيت نواة التمر اللي نفتخروا به ان شاء الله، وكمنتوج طبيعي تاع برودوي بيو. هو انه زيت طبيعي 100%، وطريقة الاستخلاص تعتبر من أنبل الطرق لاستخلاص المواد هذه. مشروع صديق للبيئة بالطبع، ويخدم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. الهدف تاعنا بالطبع هو تصدير 100%، يعني تصدير محض. والآن رانا في دراسة للأسواق إن شاء الله باش نبدأ في التصدير في هذه المدة إن شاء الله بصفة عامة للسوق الخارجي. يرى الشاب الجزائري عمار خناوي أن لزيت نواة التمر الخام مفعولا سحريا، وأن قطرة واحدة منه لها قدرة رهيبة على اختراق الجلد وتساهم في العلاجات الجلدية والتجميلية.
أهلا بحضراتكم من جديد على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. صباح جديد مكمل مع حضراتكم، وهنروح دلوقتي لتجربة مثيرة جدا اتعملت في المكسيك، وهي مدرسة ثانوية بتوفر مكاتب لطلابها ملحقة بدواسات دراجات هوائية في تجربة مختلفة، ويعني جانب ترفيهي أكيد هيبقى فيه ردود أفعال وتفاعل عليه جامد جدا يعني. بالتأكيد يا جاد، الغرض من الفكرة أن الطلاب أثناء يومهم الدراسي بيقوموا بتمارين خفيفة تخليهم يحرقوا سعرات حرارية باستمرار. تتيح صفوف من المكاتب المدرسية الجديدة الأنيقة والمجهزة بدواسات الدراجات الهوائية للطلاب في المكسيك القدرة على أداء عملهم في الفصل أثناء ممارسة بعض التمارين الخفيفة وحرق السعرات الحرارية في بلد معروف بمعدل السمنة المثير للقلق. ولكن بالنسبة للطلاب في مدرسة ثانوية خارج مدينة مونتير المزدحمة، توفر مكاتب الدراجات الجديدة مزايا تتجاوز التمارين لهؤلاء الطلاب. سانجانيتا غارسيا مديرة المدرسة تشير إلى فوائد ما بعد الجائحة، خاصة بالنسبة للفتيان الأكثر عرضة لزيادة الوزن بشكل مفرط. بعد أن عدنا إلى المدارس من جديد بدأنا نلاحظ الكثير من القلق بين أولادنا وكيف ارتفعت معدلات السمنة، ومع هذا المشروع نحاول حل المشكلة. عندما نكون نشيطين بدنياً يساعدنا ذلك أيضاً في الحفاظ على تركيزنا. إنه أمر لا يصدق حقاً. قررنا تطوير نموذج أولي بتكلفة مجدية يمكن تنفيذها هنا في المكسيك، فتكلفة كل مكتب للدرجات تبلغ 2700 بيزو، وهي أقل بخمس مرات من سعرها الأصلي في كندا. بينما يعاني المكسيكيون الأصغر سناً من معدلات السمنة مع تقدمهم في السن، فإن الكثير منهم يزداد وزنهم، وأظهرت دراسة وطنية حديثة أن نحو 8% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بينما ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 19% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً. يعني ربما عدد كبير من او يعني من الشباب او المراهقين يمكن ما بيفضلوش ان هم يمارسوا الرياضه بشكل كبير، فدي واحده من الافكار اللي تجبرهم شويه اثناء ساعات الدراسه انك تحرك نفسك شويه. بس معرفش بقى مدى التركيز، التوافق الذهني البدني، ان هم مركزين في المحتوى او الكونتنت او الماده اللي بيتلقوها، وان هم يمارسوا حركه الرجلين في نفس الوقت. معرفش بقى مدى التركيز هيبقى اكيد حد كبير طبعا. صح كده، كل واحد وعلى حسب بيحب ايه اكتر هيركز عليه. طيب احنا يعني قلنا يبقى تقرير مختلف، ولكن الشغل الشاغل اكيد في صباح جديد، وعامه في القاهره الاخباريه على مدار الساعات تأكيد وتسليط الضوء على اخر احداث الزلزال اللي ضرب سوريا وتركيا، واحنا بنتابع اكيد. دي كانت فرصه مهمه ان احنا نعيد تسليط الضوء على الأبنية والتقنيات الخاصة بمقاومة الزلزال اللي بتشيد بها البنايات بشكل عام، وده طبعا بعد الانهيار الكبير لمباني كتير في المدن المتضررة. والحقيقة انه حصل انهيارات كبيرة في المدن اللي ضربها الزلزال بشكل كبير، من المباني المنشآت واللي راح ضحيتها ناس كتير، و اعتقد لازم المدن او المناطق اللي هي قريبة أو يعني مقامة على فكرة المناطق اللي هي بتخضع لحركة زلازل كتيرة، لازم يعاد التفكير في كل ما هو خاص بالبنايات، بحيث أن تبقى مهيئة أكتر للصدمات. يعني مظبوط، دول زي تركيا وسوريا وغيرها في المنطقة بيكونوا
واقعين على صفائح أرضية متحركة باستمرار، وده اللي خلى الكارثة غير مستبعدة، وكان سبب أن خبراء الجيولوجيا كانوا بيأكدوا أن حدوثها مجرد مسألة وقت. من هنا بيظهر الحل العملي الوحيد، وهو الاستعداد بشكل مسبق للأزمات، خصوصا في المناطق اللي بتكون معرضة للزلازل. وزي ما بيقول العلماء أن المتاح حاليا هو الاستعداد عبر اعتماد منظومة بناء مقاومة للزلازل. عشان نعرف أكتر عن التقنيات والمباني المقاومة للزلازل هينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان المهندس محمود الطراونة، عضو الهيئة المركزية بنقابة المهندسين الأردنيين. صباح الخير عليك باشمهندس محمود. يعني ما هي القواعد الهندسية اللي يجب مراعاتها في تصميم الأبنية المضادة للزلازل؟ صباح النور، الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة. أولا، الأبنية المضادة للزلازل هي فكرة هذا البناء أساسا لم تكن جديدة، إنما بدأت هذه الفكرة وخصوصا في منطقة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية شهدت اليابان نهضة عمرانية شديدة، وضعت أساسات وعوامل أساسية يجب الاعتماد عليها لتقليل أيضا من الانهدام أو تقنيات جديدة، منها تقنية الأساسات المعزولة. تقنية الأساسات المعزولة، تمام، هذه التقنية تستخدم أساسات مطاطية خاصة توضع تحت الأبنية. كما هو معلوم، في زلزال ضرب اليابان عام 1995 ويسمى زلزال هانشين، قتل فيه نحو أكثر من 6000 شخص في مدينة صناعية ساحلية، لكن لوحظ أن هنالك مبنى واحد فقط في تلك المدينة لم يتأثر بالزلزال. مالك هذه الشركة كان قد عمل وعهد إلى نسخة تجريبية تسمى تقنية عزل القاعدة. عزل القاعدة الآن حسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز تقول أن أكثر من 9000 مبنى حاليا يستخدم هذه التقنية في اليابان، وأيضا يستخدم تقنيات أخرى منها أجهزة امتصاص صدمات التي تقلل بشكل كبير من الأضرار وأيضا تمنع الانهيار الكامل للمبنى. دول أخرى كثيرة أيضا استخدمت هذه التقنية مثل تشيلي والصين، إيطاليا، مكسيك، لكن بتقنيات ودرجات متفاوتة أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. المقر الرئيسي لشركة أبل في وادي السيليكون يستخدم هذه التقنية. إذن الأساسات المعزولة هي أول الأسس والمعايير التي يجب اتخاذها لبناء مقاومة للزلازل. طيب يعني باشمهندس محمود، حضرتك كده ذكرت انه اليابان نموذج ناجح في فكره البنايات المؤهله للتعامل مع الزلازل بشكل عام. نعم. لماذا هي يعني نموذج ناجح، وكيف يمكن تطبيق نموذج اليابان في منطقه او في اماكن زي تركيا وسوريا؟ سيدي الفاضل، ان اليابان هي تشكل أيضا ليست فقط نموذج وإنما هي أيقونة للعالم أجمع، لأن نعلم أن اليابان تقع على حزام زلزالي، وهذا الحزام الزلزالي أثر على اليابان بشكل كبير جدا. فأنا أقول على سبيل المثال، عام 1923 حدث زلزال في اليابان بقوة وصلت إلى 7.9 بالعشرة على مقياس ريختر، دمر طوكيو ويوكوهاما وقتل أكثر من 140 ألف شخص. لكن قبل 2000 وعام 2022 تحديدا حدث زلزال في اليابان. هذا الزلزال او 2011 ضرب بقوه 9 درجات، لم تتاثر الدوله تقريبا، بل اقول ان هنالك 27 قطار عالي السرعه لا زال قيد الخدمه. اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه فرضت اجراءات صارمة بالنسبة للقوانين الأبنية، ووضعت 3 قوانين خاصة، هي قانون تايشين، قانون سيشن، وقانون مينشن. القوانين الثلاثة تعتمد بأساسها على أولا قانون سيشن يقول أن الأبنية العادية يجب أن تكون مدعمة بالنسبة للعوارض والأعمدة والجدران، أن تكون ذات سمكات دنيا لمواجهة الاهتزازات، بينما قانون سيشن رفع مستوى المباني إلى المستوى الثاني ويقول أن المباني الشاهقة يجب أن تستخدم مخمدات. أي المخمدات تمتص الطاقة الزلزالية، ويوضع كذلك طبقات من الخرائط المطاطية السميكة أسفل الأساسات التي تمتص الاهتزازات بشكل
كبير، بينما قانون منشن الثالث للمباني المقاومة للزلازل في اليابان والمباني الشاهقة وضعوا طبقات من الرصاص والفولاذ والمطاط التي تتحرك بشكل مستقل مع الأرض، وذلك نتيجة حدوث الهزات الأرضية، يعني أن المبنى نفسه يتحرك بشكل طفيف لامتصاص هذه الصدمات. وأقول أن أفضل ما تمكنت اليابان من إنشائه هو النظام الإنذار الزلزالي المبكر، أو ما يسمى نظام إنذار الزلزال الشهير، أي أنه يستطيع في طفيف اليابان اكتشاف ذروة الزلزال قبل 80 ثانية من وصوله. طبعا 80 ثانية هذه الميزة وخصوصا في مدينة مثل مدينة طوكيو تؤهل المواطنين للابتعاد عن النوافذ، لإغلاق أنابيب الغاز وتجنب الخطر الانفجار، وهذه بطبيعة الأمر كلفت اليابان أكثر من مليار دولار. يعني هاي تجربة اليابانية أنا أشيد بها وأتمنى عن حكومات العربية وحكومات في المنطقة أن تحذو حذو اليابان في تفعيل كود البناء الموجود في هذه المدن ليكون متوافق مع المعايير التي ذكرناها سابقا. وأقول أيضا أشيد أن الدول العربية يعني قد بدأت حاليا، مثلا رئيس البحوث البناء المصري أو رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان دكتور خالد ذهبي قال في تصريح سابق أن مصر حاليا تعمل على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة الزلازل، لا سيما أن هنالك مدن جديدة تبنى مثل المدينة الإدارية بالقاهرة، وهنالك أيضا مدن ساحلية مثل الإسكندرية قد تتعرض لخطر الزلازل مثل زلزال عام 1995 أو زلزال عام 1992. هذه المباني وهذه الكودات البناء الجديدة يجب أن تكون مضمنة ضمن هيئات مختصة ورسمية مثل هيئات المهندسين أو نقابة المهندسين وهيئات المهندسين المصريين، وأيضا تكون وزارة الإسكان شريك استراتيجي لتفعيل هذا الكود. باشمهندس محمود، حضرتك في حديثك ذكرت أنه في زلزال اليابان في منطقة معينة أثرت كل المباني إلا مبنى واحد، لأن كان عندها التقنية اللي حضرتك اتكلمت عنها باستفاضة، ولكن مع تكرار الزلازل بشكل كبير، مثلا لو حصل أنه في زلازل كتيرة في اليابان، هل ده بيأثر على قدرة هذه المباني ولا التقنية دي مقاومة ليها ممكن نقول 100%؟ لا يوجد شيء يقاوم 100%، لكن المباني بشكل عام المباني التقليدية هي تهتز مع بالأرض مع اهتزاز الزلزال، تتعرض لأضرار هيكلية، لكن تقنية عزل القواعد تبقي الأساسات في المبنى قائمة لا تنهدم مباشرة، إنما تتعرض لأضرار تجنب العنصر البشري من الهدم. نقول أن في الزلزال هنالك نوعين من الأضرار، أضرار مادية وأضرار بشرية. في العالم أجمع استخدموا تقنيات أخرى موازية لتقنية عزل القاعدة، هناك ما يسمى تقنية المثبط الكتلي أو ما يسمى TMD، هذه عبارة عن كتلة ثقيلة متأرجحة مصنوعة عادة من حديد صلب تعمل كبندول مركزي. هذا البندول المتأرجح يثير عكس الانحناء وعكس اتجاه الزلزال، معادلة تأثير الهزة الأرضية، هذا أيضا مطبق. طب باشمهندس محمود، بس في إيجاز يعني حضرتك ذكرت شقين، شق خاص بأجهزة إنذار ويمكن تطبيقها وتفعيلها ودعم الأساسات، وأعتقد ده مكلف جدا، هل كخطوة أولى على الأقل ممكن أنه الدول العربية أو الدول اللي هي يعني دايما معرضة لهزات أرضية أن هي على الأقل يبقى في أجهزة الإنذار تبقى على الأقل خطوة أولى؟ أجهزة الإنذار سيدي مهمة جدا، أولا يعني تنبيه البشر القاطنين في تلك المناطق على خطورة الزلازل. أقول أنا بنظري أن هنالك أيضا يمكن عمل بالدول العربية شيء آخر، تمام، وهو المسح الميداني. هذا المسح الميداني الذي يمكن أن تقوم فيه للوقوف على واقع الحال بالنسبة للمباني، هذا قامت فيه أنا وكنا أتحدث معكم من عمان من الأردن، قامت فيه الأردن عام 2008 بمسح ميداني لجميع مباني العاصمة الأردنية عمان، وأيضا إعطاء تقرير منفصل لكل مبنى
هل هذا المبنى قدرته ومقاومته على الزلازل وكمية تحمله، ووضعوا أيضا سيناريوهات مختلفة لحدوث زلازل مثل زلزال بحر الميت، ما هي كمية الأبنية التي يمكن أن تتضرر، وكيفية طريقة تدعيم هذه الأبنية، وهناك أبنية عمرها أكثر من 70 سنة، العمر الإنشائي لهذا المبنى قد وصل إلى ذروته، ولا يمكن أيضا إلا أن يهدم هذا البناء وأيضا يعاد بناء جديد بناء على المعايير التي تم ذكرها سابقا. أقول أن المسح الميداني لجميع المباني، ونحن نعلم أننا في الوطن العربي والدول العربية لم تكن البنايات 60% من المباني لم تكن مبنية على أسس مقاومة للزلازل، يجب عمل هذه الدراسات، يجب التدعيم، عمل فحوصات تربة عن طريق مراكز فحص للتربة ودراسة واقع الحال، وأيضا أخذ بعين الاعتبار عزل الأساسات واستخدام كذلك الأمر، وهذا أمر مهم أريد أن أذكره هنا في هذه المداخلة، استخدام مواد لينة من الفولاذ المعدل. أتمنى باشمهندس محمود تطبيق هذه التقنيات في الدول العربية. المهندس محمود الطراونة عضو الهيئة المركزية بنقابة المهندسين الأردنيين كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني الحقيقة يعني طرح أفكار كتيرة وخلانا حتى نفكر في أن أنت عندك جزء خاص بدعم المباني الحالية، وكمان خلانا نفكر في طب الأثار اللي موجودة في كل بقاع العالم والوطن العربي أنت تتعامل معها إزاي، لأن هي برضو معرضة لهزات أرضية وممكن الزلزال يأثر عليها، فأنت إزاي حتى ممكن المباني الأثرية دي أن أنت برضو تدعمها بالأساس علشان تقدر على الأقل يبقى في احتمالية الحفاظ على بقائها في حال حصل يعني أي زلزال. بنتكلم عن صلابة البنايات، هنتكلم دلوقتي عن الجمال المعماري، لأنه عندنا واحدة من أيقونات البناء والتصميم، هي طبعا المعروفة في العالم الحقيقة، واحدة من نجوم التصميم، صممت المهندسة المعمارية العالمية زها حديد بناية واحدة أو تصميم واحد فريد من نوعه في العراق. يعني طبعا محدش ما يعرفش المهندسة العالمية يعني، وهي حاصلة على أرفع الجوائز والأوسمة. يعني الراحلة زها حديد هي مهندسة معمارية عراقية، وقدرت من خلال إبداعها أن تكون مبانيها بتزين أهم مدن وعواصم العالم. عين بغداد وشاهدها شاخص بلونه الرمادي الذي تم اقتباسه من عمق التقلبات التي مرت على العراق. أصابت الراحلة زها حديد اختيارها للمكان والشكل العام للبرج، فقد قررت تشييده على ضفاف دجلة ليكون الحارس عليها. بناية البنك المركزي والتي تعد الأطول على مستوى العراق تشارف على الانتهاء، ولم يتبقى لإنجازها سوى مراحل بسيطة. زها حديد هي معمارية عراقية معروفة، لها هواية تصاميم خارج العراق، مطارات وأبراج عالية. هذا البنك المركزي يعتبر أول عمل لها داخل العراق، وراح يعتبر من أعلى الأبراج بالعراق. احنا نطمح من الحكومة العراقية أنه تستثمر هاي الإنجازات وتستثمر الخرائط أو التصميمات اللي سوتها زها حديد، إضافة هنا مجمعات أو دوائر حكومية أخرى. 38 طابقاً بطول 172 متراً محاط ببنايات أخرى تكمل الشكل النهائي لبناية البنك المركزي العراقي، يعد أول بصمة لزها حديد داخل العراق لكنه ليس الأخير. بناية البنك المركزي الجديدة ببغداد هي تطوير وتحديث للبناية القديمة اللي موجودة بشارع الرشيد ببغداد اللي هو موقع تاريخي. الحكومة العراقية حبت تكون في بناية جديدة تطوير للبنك المركزي القديم، فرادوا فتشي يكون أيقوني وذو بصمة بسماء بغداد. تفاصيل المبنى أكيد هو يتكون من 38 طابق، ارتفاع 172 متر، يتكون من جزئين أساسيين اللي هو الطابق الأفقية اللي تكون بها العمليات الأساسية للبنك المركزي، اللي يكون مثلا عمليات الصرف، المراجعين أو حتى عمليات الخزن، وطبعا معايير عالمية. التور راح يكون عبارة عن مكاتب للموظفين يخص البنك المركزي. الراحلة العراقية زها حديد التي أبهرت العالم بتصاميمها المعمارية المختلفة كانت لها بصمات واضحة في أكثر الدول تطوراً في مجال الهندسة والديكور،
ومن أبرز أعمالها محطة قطار في ألمانيا وجسر الشيخ زايد وبرج الابتكار بالإمارات ومتاحف في دول أوروبية ودور أوبرا والملاعب الرياضية والكثير من الأعمال المهمة. من بغداد، هبة تميمي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. يسعد صباحكو على القاهرة الإخبارية. صباح جديد دايماً بيحاول يدور على قصص إنسانية في عالمنا العربي، وبنحاول من خلال مراسلنا إن احنا نستكشف ده. والنهاردة هنروح لتونس اللي فيها تجربة جميلة جداً، وهي راديو اسمه راديو أمل، موجه لذوي القدرات الخاصة، بيعرض قصص تحدي ونجاح ليهم. واحدة كده من أجمل القصص الواحد ممكن يشوفها يعني. صحيح، أنا صراحة حلمي أزور تونس، بحبها جدا. والإذاعة دي يا جاد انطلقت يوم 3 ديسمبر سنة 2015، وهيدا بيتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم. ومن الوقت ده فعلا ونجحت إذاعة أمل في بناء قاعدة مستمعين لكل برامجها. والحقيقة أنه البرامج والإذاعة ليها نصيب كبير من اسمها، لأنه محتوى البرامج والمذيعين اللي برضو من ذوي الهمم، محتوى البرامج والمواضيع فعلا في قدر كبير من الانبساط، من الفرحة، من الأمل، من القصص الحقيقية الواقعية، لأنه دايما القصص الواقعية بيكون لها تأثير إيجابي كبير وأسرع على كل الموجودين، وخصوصا من خلال الإذاعة، لأنه الإذاعة دايما بيقولوا إن القلب للقلب، ويمكن الوصول للناس إنها مش بس تسمعك لكن كمان تصدقك وتتأثر بيك وتحبك، بيكون من خلال الإذاعة يمكن أصعب، ولكن الوصول للإذاعة بيكون بس أقطعك معلش أصدق. هنروح دلوقتي لبث مباشر ومؤتمر صحفي لوزير البيئة التركي، ونذهب الآن إلى تركيا. سنتخذ هذه الخطوات لإعادة الإعمار ولإعادة الحياة إلى طبيعتها في أقصر وقت ممكن. سنعيد المواطنين إلى منازلهم الدائمة في وقت قصير، وسنعمل بشكل متزامن مع كل المدن، وأيضا سنعلن التعاون الشامل في العشر مدن لإعادة الإعمار في العشر مدن التي تضررت من هذا الزلزال أو هذين الزلزالين والهزات الارتدادية الأخرى. طبعا ستكون هناك سيكون هناك عدد عمال يقرب عددهم من 30,000، وأيضا كل العمال الذين يستمرون الآن في رفع الأنقاض والشركات التي ستساهم في رفع الركام وإزالة الأنقاض هنا، سيتم أيضا العمل معهم على إعادة الإعمار في هذه المدن. وطبعا ستنسق عملية إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد في هذه المنطقة أيضا في العمل على كل هذه المشاريع. طبعا بعد ذلك في إعادة إعمار هذه المنطقة سيتم دراسة القاعدة والسطح الذي سنبني عليه هذه المنازل. نهتم في كل دقيقة، لذلك نحن سنتسارع في هذه العملية ونؤمن كل الاحتياجات، ولا أحد يمكنه أن يفهم ما هي حالة المواطنين الذين يعانون هنا من البرد ولديهم أزمة نفسية كبيرة. الآن نحن نتفهم هذه الحالة، ولذلك سنسارع في دعوة الشركات أيضا التي ستساهم في بناء هذه المنازل الدائمة والمباني الدائمة هنا. أشكر كل الفرق التي تعمل
دون ملل ودون نوم. لا أحد يأخذ قسط من الراحة أو حتى قسط من الراحة لتناول بعض المأكولات أو للحساء الساخن أو الشاي الساخن. فنحن نشكر كل من يساهم ويقدم كل ما بيسعه من أجل إنقاذ العالقين هنا تحت الأنقاض. أشكر قوات الأمن وقوات الدرك وأيضا كل فرق الإنقاذ والمتطوعين، ونشكر المواطنين أيضا الضحايا أو الذين تعرضوا لهذا الزلزال ولهذه الكارثة والذين نجوا منها. أشكرهم على صبرهم لأنهم تركوا كل هذه الآلام وبدأوا بمساعدة الفرق لإنقاذ معارفهم، لإنقاذ الجيران، لإنقاذ الناس الآخرين العالقين تحت الأنقاض. كل ما سمعناه منهم لتبقى الدولة قوية وليتحد الشعب، ونحن جميعا سنتغلب على هذه المصاعب. هذه الجمل كانت مؤثرة جدا وألهمتنا القوة، وبالتالي نحن بإذن تعالى سنتغلب على كل التحديات التي نتجت عن هذه الكارثة، وبإذن تعالى سنعيد إعمار هذه المدن وسنعمر مدينة إصلاحية من جديد ومركز غازي عنتاب من جديد ونوردا من جديد، وبالتالي سنستمر في هذه العمليات ونبدأ بإعادة الإعمار في أقصر وقت ممكن. كما تعلمون الآن خلال يومين استطعنا أن نعيد الأهالي إلى أماكن إقامة مؤقتة، والآن بإمكاننا أن نعمر هذه المدينة في أقصر وقت ممكن. وكما أنشأنا هذه المنازل في الأماكن الأخرى التي تعرضت للزلازل سنستمر هنا أيضا في العمل من أجل تقديم هذه المنازل للمواطنين، وسنستمر تقديم المعلومات من هنا كل ساعة تقريبا لإخواننا المتضررين من هذا الزلزال، وطبعا للشعب التركي الذي يتابع عن كثب ما يحصل هنا. أترحموا على أرواح من توفي في هذه الزلازل مرة أخرى، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. شكرا جزيلا. استمعنا إلى كلمة وزير البيئة التركي والذي صرح بالعديد من التصريحات الهامة، منها استراتيجية وخطة الدولة لإعادة الإعمار وبعض التفاصيل، والشكر أيضا لفرق الإنقاذ وكل من ساهم في محاولة إنقاذ المواطنين في هذه الكارثة الإنسانية. نتمنى إن شاء الله السلامة لكل الناس الموجودين تحت الأنقاض سواء في سوريا وتركيا. وبكده مشاهدينا وصلت حلقة صباح جديد لنهاردة لآخرها، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.